أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في الإشارة والنص على الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام. الحديث الثاني من أحاديث باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى من كتاب الكافي الشريف، عن ثبيت عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها. فقال: قد فعل الله ذلك. قال: قلت: من هو؟ جعلت فداك. فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد، فقال: هذا الراقد وهو غلام. معاذ ابن كثير جاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وقال الإمام الصادق: أنا أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه كما أقر عين والدك بك وجعلك إماما، كذلك أسأل الله أن يقر عينيك بإمام من ولدك. فهذا تعبير لطيف ما بجانب سلبي، لأنه أحيانا نوجه سؤال لشخص نقول له أنه إذا أنت متت من هو وصيك، هذا بجانب سلبي. أو إذا قلنا له من هو يخلفك من بعدك، هذا أيضا بجانب سلبي. لكن أحيانا التعبير يكون لطيف ولو المعنى واحد، لا فرق. مثل ما أنت أقر الله عين أبيك بك فجعلك إماما، أسأل الله أن يقر عينك بابنك فيجعله إماما. طبعا هو بنفس المعنى، يعني إذا أنت مت يكون إماما من بعدك، لكن بتعبير لطيف. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: قد فعل الله ذلك، يعني قد أقر عيني بأن جعل ابني إماما. لماذا؟ لأن تقدير كونهم أئمة عليهم الصلاة والسلام هذا كان من حينما خلقهم الله سبحانه وتعالى أنوارا، لأن الله سبحانه وتعالى تقديراته أفعاله تارة يقدر شيئا من أول خلقته، وتارة يقدر شيئا بعد خلقته. التقدير من الله وهو فعله. التقدير ليس كالعلم، هذا ذكرناه مفصلا في باب التوحيد. علم الله بالأشياء أزلي، لأن علم الله عين ذاته، فالله سبحانه وتعالى يعلم بجميع ما يحدث من الأزل، وليس علمه حادثا. لكن التقديرات هذه أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى. الأفعال حادثة، يعني الله خلقنا، هل الله سبحانه وتعالى من الأزل خلقنا؟ كلا، هو من الأزل قادر على أن يخلقنا وعالم بأنه سيخلقنا، لكن في الأزل لم يكن قد خلقنا، وإنما الله سبحانه وتعالى شاء فخلقنا. فأفعال الله سبحانه وتعالى ترتبط بمخلوقاته فهي حادثة. ذات الله قديمة، علم الله عين ذاته قديم، قدرة الله عين ذاته فهي قديمة، صفات الذات عين ذات الله فهي قديمة. لكن أفعال الله سبحانه وتعالى هذه حادثة، لم يكن العالم موجودا فخلقه الله سبحانه وتعالى، لم يكن هناك تقدير فقدره الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق نورا من عظمته وخلق من هذا النور أرواح الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة من ذاك الوقت ومن قبل ذلك الوقت، كان قد قدر إمامة كل واحد منهم، وقدر أن يكون هذا ابن ذاك وذاك ابن هذا وهكذا. فحينما هذا الراوي يقول أسأل الله مثلا ما معناه أن يجعل ابنك إماما، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أجابه إنه قد فعل. في الزيارة الجامعة نقرأ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هذا قبل أن يخلق السماء والأرض والشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات، وقد مر تفصيله سابقا. زين، عندما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد فعل، قدر أحد أبنائي أن يكون إماما. هسه اجى دور السؤال الثاني، من هو هذا؟ لأن الإمام الصادق له عدة أبناء كما ذكرنا، أكبرهم كان إسماعيل، وبعده كان عبد الله الأفطح، وبعدهما كان الإمام الكاظم. هنا الإمام الصادق أشار إلى الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام وهو راقد، يعني كان نائما، فقال هذا الراقد وهو غلام لم يكن كبيرا. ذكرنا في الحلقة الماضية أن الغلام في اللغة العربية يطلق على الطفل الصغير إلى واحد عمره 30 سنة. الإمام كان غلام، إما كان صغيرا أو كان شابا في مقتبل عمره. قال هذا هو الإمام الذي قدره الله سبحانه وتعالى، مو أنه أنا اخترته. زين، إسماعيل توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام وكان جليل القدر فلم يكن إماما، لأنه مات في حياة الإمام الصادق، كما أن عليا الأكبر رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه مات في حياة الإمام الحسين، قتل شهيدا في كربلاء فلم يكن هو الإمام مع أنه كان الأكبر. وأما عبد الله الأفطح فكان في رأسه أو في قدميه فطح، وهو عيب خلقي، وهو عيب خلقي، كان معوق، ولا يكون الإمام أو النبي أو الوصي معوقا ولا فيه عيب خلقي. ومن بعدهما الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فهو كان أكبر الأحياء من غير عيب وآفة. هذا حديث آخر، أبو علي الأرجاني يسأل عبد الرحمن بن الحجاج في السنة التي أخذ فيها أبو الحسن الماضي، يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث طويل، وهو السؤال عن الوصي للإمام الكاظم، لكن عبد الرحمن بن الحجاج يبدأ من إمامة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وأن الإمام الصادق قد أوصى له. وبعد ذلك ينتهي إلى بيان الإشارة أو النص على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الباب معقود للإشارة والنص على الإمام الكاظم، لذا تتمة الحديث الذي هو حول الإمام الرضا الكليني رضوان الله تعالى عليه في هذا المقطع لم يرويه الأرجاني عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت عبد الرحمن في السنة التي أخذ فيها أبو الحسن الماضي. أبو الحسن في الروايات يطلق على الإمام الكاظم، يقال له أبو الحسن الأول ويقال له أبو الحسن الماضي، ويطلق أيضا على الإمام الرضا عليه السلام ويقال له أبو الحسن الثاني، ويطلق على الإمام الهادي عليه السلام ويقال له أبو الحسن الثالث. في السنة التي أخذ فيها أبو الحسن الماضي، فقلت له إن هذا الرجل قد صار في يد هذا، يعني في يد هارون، لأن هارون العباسي كان طاغية وكان يخشى جانب الإمام الكاظم، مع أن الإمام الكاظم عليه السلام ما كان متصدي للسلطة أو للثورة أو لأن يجمع العدد والعدة لكي يقوم ضد حكام بني العباس، لكن من باب الخائن خائف، هذا من جهة. من جهة ثانية الوشاة، فكانوا يغرون هارون على الإمام الكاظم عليه السلام، فهو من جهة خائن يخاف، يدري أن الحق للأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويخشى في يوم من الأيام يرجع الحق إليهم. ومن جانب ثاني الوشاة كانوا تزلفا وتقربا للسلطة يرفعون تقارير مكذوبة أن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يجمع العدد والعدة، ولذلك هارون العباسي أمر بحبس الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بأن يسقى السم وهو في الحبس. وبعدين هم سوى مسرحية، هو سافر برا بغداد حتى لا يتهم، فحينما استشهد الإمام الكاظم بالسم لم يكن هارون موجودا في بغداد، وجمعوا مجموعة من الناس 40-50 شخص حتى يأتون من وجهاء بغداد ويرون أن الإمام موسى بن جعفر مات، حسب تعبيرهم مات حتف أنفه، يعني بميتة طبيعية، لكن انقلب السحر عليهم. على كل حال قلت له إن هذا الرجل قد صار في يد هذا، يعني الإمام الكاظم صار في يد هارون العباسي، وما ندري إلى ما يصير، لأن هارون كان ذا بطش، كان يقتل الذين يعارضونه، ما ندري أنه الأمر يصل إلى أي حد. فهل بلغك عنه في أحد من ولده شيء؟ السؤال كان في إمامة أحد من أبناء الإمام الكاظم. فهنا يبدأ الأرجاني يبين علامة الإمامة التي انطبقت على الإمام الكاظم، ومعنى كلامه لعله أن هذه العلامة إذا انطبقت على أحد من أبناء الإمام الكاظم فهو الذي يكون الإمام من بعده. شنو هي العلامة؟ مر في ما مضى أن الإمامة هي اختيار من الله، لكن نحن كيف نعلم بأن الله اختار فلان للإمامة؟ كما أن النبوة اختيار من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، الله يختار الأنبياء، لكن نحن كيف نعلم بأن الله اختار فلانا للنبوة؟ الطريق الإعجاز، الأنبياء لهم معاجز. طريق آخر بشارة الأنبياء السابقين، هذا كما تحقق في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأيضا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله كانت معاجز كثيرة، للذين عاصروه شاهدوا كثيرا من هذه المعاجز ورويت لنا، ولجميع الناس في جميع الأعصار معجزة موجودة بأيديهم وهي القرآن الكريم. هذا بالنسبة للأنبياء. زين، بالنسبة للأئمة هو اختيار من الله سبحانه وتعالى. كيف نعلم بأن فلان الله سبحانه وتعالى اختاره للإمامة؟ أول علامة هي النص، يعني الرسول صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين علي عليه السلام وعلى الأئمة من بعده، وكل إمام نص على الإمام الذي يليه. من جملة العلائم الإعجاز، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت لهم كرامات إعجازية، لكن هذه الكرامات الإعجازية الله سبحانه وتعالى ما أرادها تكون عامة، فهي كانت خاصة، الناس عام، لكن المعاجز للأئمة عليهم الصلاة والسلام عادة كانت خاصة، إلا معاجز أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فبعضها كانت عامة كرد الشمس مثلا، هذه حالة استثنائية كانت، أما سائر معاجز الأئمة عليهم الصلاة والسلام هي حالات خاصة لأشخاص خاصين. وهناك علائم، من جملة العلائم أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ومواريث الأنبياء تكون عند هذا الشخص الذي يقول إني إمام، فإذا لم تكن تلك المواريث عنده ولا سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله عنده فادعاؤه للإمامة باطل. ومن جملة ذلك أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله درعان، أحدهما هذا علامة الإمامة، أي واحد كان يلبس ذلك الدرع إذا هو إمام يكون بمقياس جسمه، وإذا هو مو إمام لا يكون بمقياس جسمه. هذا في جانب إعجازي أيضا، لأن أجسام الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت تختلف، فهذا الدرع كان يستوي على الإمام أيا كان حجم جسمه، هذا علامة الإمامة. والدرع ثاني كان لرسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الدرع علامة على المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذلك الدرع الثاني لا يستوي إلا على جسم الإمام المهدي. وقد مر أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذكر أنه هو لبس هذا الدرع، أبو الإمام الباقر لبس ذلك الدرع، بالنسبة إلى أحدهما كان أقصر، بالنسبة للآخر كان أطول، ما كان على مقاس الجسم. زين، هنا الأرجاني يقول لعبد الرحمن بن الحجاج أن الإمام الكاظم عليه السلام لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا الدرع كان بمقاس جسمه، هذه هي العلامة. بالنسبة إلى ما بعد الإمام الكاظم، أي واحد من أبناء الإمام الكاظم إذا لبس الدرع وكان بمقياس جسمه، الدرع الأول اللي هو بمقياس جسم جميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أي واحد منهم لبس هذا الدرع فكان بمقياس جسمه، فذلك علامة لإمامته. والحديث يبين هذا المطلب. حديث آخر وهو الحديث الرابع عن المفضل ابن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل أبو إبراهيم وهو غلام أبو إبراهيم كنية الإمام الكاظم، لأن الإمام الكاظم له كنى متعددة، من كناه أبو الحسن، ومن كناه أبو إبراهيم، لأن العرب كما كانوا يسمون أولادهم كانوا يكنونهم، حتى الآن هم متعارف، يعني في بعض البلدان مثل العراق تشوف التكنية، طفل صغير يقال له أبو فلان مثلا، حسين يقال له أبو علي مثلا. وأحيانا الشخص الواحد له أكثر من كنية. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، فدخل أبو إبراهيم وهو غلام فقال: استوص به وضع أمره عند من تثق به من أصحابك. استوص به يعني اقبل وصيتي فيه، أو بمعنى وص أصحابك برعاية حقه، وأخبر من تثق به. ذكرنا فيما مضى أنه في أواخر حياة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان زمان تقية شديدة. في بداية عهد الإمام الصادق كان اضطرابات بين بني أمية وبني العباس، كانت فرجة، فالإمام بث العلم بثا. لكن في أواخر حياة الإمام الصادق الحالة الإرهابية للمنصور العباسي عمت، لأن صارت ثورات ضد المنصور، ومنها ثورات بني الحسن، وهو في أكثر من واقعة قاتل وتغلب وقتل، فصار عنده حالة من الإرهاب والاستبداد والدكتاتورية، وهو يعلم بأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من اليوم الأول رفض السلطة، لأنه في أواخر عهد بني أمية اجتمع بنو هاشم، من يكون الخليفة بعد سقوط بني أمية الحاكم، أكبر بني هاشم قدرا ومنزلة وعلما كان الإمام الصادق. الإمام الصادق رفض، فهم اتفقوا على محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وبايعوه، إلا الإمام الصادق ما بايعه، والمنصور كان حاضر وهو بايع محمد ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن وهو بايعه. لكن بعد ذلك استقل بنو العباس بالأمر. أبو مسلم الخراساني، وهو كان الكفة المرجحة في زوال بني أمية، آلاف مؤلفة من المقاتلين تحرك من خراسان، أول شيء كتب إلى الإمام الصادق، يريد يبايع الإمام الصادق، فالإمام الصادق رفض. بعد ذلك اتجه إلى بني العباس فبايع السفاح، وبجيشه تمكن بنو العباس من القضاء على بني أمية، وبعد ذلك غدروا بأبي مسلم الخراساني. هو المنصور يدري من اليوم الأول الإمام الصادق وابتعد عن السلطة، واليوم الذي صار قتال بين بني الحسن، بعض بني الحسن، وبين بني العباس، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما بايع محمد ابن عبد الله ما بايعه، ووجه بضغوط كبيرة، الإمام ما قبل ذلك، والمنصور هو يدري، لكن الطاغية طاغية، وهو يعلم أن الحق للأئمة من أهل البيت، لذا يخشى منهم. لذا المنصور أمر بأن يدس السم للإمام الصادق فيقضي عليه، وكتب إلى واليه على المدينة بأن يقتل وصي الإمام الصادق، يقتله. لذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كتم أمر إمامة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام إلا للخاص من الأصحاب، لذا هنا يقول استوص به وضع أمره عند من تثق به من أصحابك. حديث آخر، الحديث الخامس، عن إسحاق ابن جعفر، إسحاق ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الشيخ المفيد حوله يقول كان من أهل الفضل والصلاح والورع، وأيضا يقول وكان يقول بإمامة أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. إسحاق بن جعفر يقول كنت عند أبي، يعني الإمام الصادق، كنت عند أبي يوما فسأله علي بن عمر بن علي أو علي بن عمر بن علي، يعني حفيد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ابن عمه، فقال جعلت فداك، إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ الفزع هنا شنو؟ الاستغاثة والالتجاء، والمقصود شنو؟ إلى من نرجع في أمور ديننا من بعدك؟ فقال إلى صاحب الثوبين الأصفرين والغديرتين، يعني الذؤابتين، وهو الطالع عليك من هذا الباب. يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان صغيرا لابس ثوبين أصفرين وله غديرتان. الغديرة المسترسل من شعر العذار، يعني بين خط العين وبين الأذن هذا المقدار من الشعر، إذا كان مسترسلا يقال له الغديرة أو يقال له الذؤابة أيضا. هذا الوصف الثوبين الأصفرين والغديرتين هذا كأنه فيه دلالة على أن الإمام كان صغير، لأنه عادة هكذا ثوب، مثلا ثوب أصفر وغديرة، هكذا الكبار لا يكونون بهذه الحالة عادة، لأن لكل سن مقتضياته. والأئمة عليهم الصلاة والسلام ولو أنهم يولدون كاملين ليسوا أقل من عيسى عليه السلام الذي كان في المهد نبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لكن طريقة حياتهم باعتبار أنهم أسوة كانت كطريقة حياة سائر الناس. يعني عندما هو صبي يتعامل معه كأنه صبي، مثلا طريقة مثلا الزي والثياب التي يلبسها الصبي تختلف عن الطريقة التي يلبسها الكبار. هذا إمام كامل، عقله كامل من كل الجهات، هذا لا يعني أنه يتصرف أو يتصرف معه خلاف ما يتصرف مع الآخرين. مثلا إذا زي يناسب الصغار هو يلبسه، عندما هو كبير ذلك الزي لا يناسب الكبير لا يلبسه. يعني حياتهم كانت حياة طبيعية، صحيح هم أئمة معصومون كاملون من حين الولادة ومن قبل الولادة، لكن لأنهم أسوة، قل إنما أنا بشر مثلكم، حياتهم كانت في الظاهر كحياة سائر الناس. يعني عندما مثلا نشوف عيسى عليه الصلاة والسلام هو في المهد، زين، عيسى في المهد وهو نبي عمره 3 أيام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، زين. عيسى كيف كان يأكل؟ كان يشرب حليب أمه، هو نبي وكلمهم بذلك، لكن صبي رضيع عمره 3 أيام غذاؤه حليب أمه، وهذا ليس نقصا فيه لأنه هو بشر من حيث التركيبة الظاهرية الجسدية ولو هو نبي مثلا. وهكذا في سائر الشؤون الظاهرية. نعم ما يعتبر نقصا لا يرتكبه، لكن حياتك حياة سائر الصبيان مثلا. زين، هذا من جانب. من جانب آخر، لماذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذين الوصفين، الثوبين الأصفرين والغديرتين، الطالع عليك من الباب؟ لأن الإنسان عادة لما يسمع شيء احتمال ينساه، لكن حينما يرى شيئا احتمال نسيانه أقل. وهذا ثابت في العلم الحديث، أن الخلايا التي تنقل المرئيات عن طريق العين إلى الدماغ أكثر بملايين المرات من الخلايا التي تنقل الأصوات عن طريق الأذن إلى الدماغ. فلذلك الإنسان الأشياء التي يراها أبطأ نسيانا من الأشياء التي يسمعها. لذا حتى إحنا أحيانا أشياء نسمعها بسرعة ننساها، لكن حينما نراها النسيان يكون أبطأ. وأحيانا الرؤية تسبب أن يتثبت ذلك الشيء في مخ الإنسان بحيث لا ينساه. ولذلك لعل الإمام عليه الصلاة والسلام أراد تعريفه بالوصف، هذا الوصف اللي يبقى في الذهن حينما يراها الإنسان، مضافا إلى السمع، يعني السمع والبصر كلاهما معا حتى هذا يثبت في ذهنه. الفاصلة إلى وفاة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كانت طويلة، فما لبثنا أن طلع علينا كفان آخذة بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا أبو إبراهيم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث أخرى فيها النص أو الإشارة سنتلوها في حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.